وموضوع بترو اتلتيكو النهارده الحساب الرسمي للدوري الافريقي نشر بيان اعلنوا فيه ان بترو اتلتيكو الانجولي قد لا يشارك في بطوله الدوري الافريقي هذا الموسم، واللجنه بتنتظر قرار نهائي ورسمي عشان تاخد موقف في مساله البديل. هيبقى في تعليق للمشاركه، ايه القرار اللي هيتخذ لسه ده هنشوفه في الساعات الجايه، ولكن لو تم تحديد بديل لن يكون البديل من منطقه شمال افريقيا، البديل هيكون في نفس منطقه وسط وجنوب القاره الافريقيه، لان بترو اتلتيكو داخل في الزون بتاع ماموليدي سان داونز وسيمبا التنزاني. دي منطقه الزون اللي تم اختيار منها بترو اتلتيكو. في زون غرب افريقيا موجود من خلالها انيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي، وبالتالي البديل اللي هيكون موجود عن فريق بترو اتلتيكو هيكون من وسط وجنوب القاره. لو ما لقوش فريق مناسب بالتصنيف اعلى بملعب مناسب ممكن يروح لمنطقه الغرب. هل ممكن يختاروا اسيك ميموزا؟ هل ممكن يختاروا القطن الكاميروني؟ ده هنشوفه خلال الايام القليله القادمه، عشان كمان سان داونز هيعرف ساعتها مين المنافس بتاعه اللي هيلعب هذه المباراه في انطلاق بطوله الدوري الافريقي مع النادي الاهلي وكل الفرق المشاركه. مباراه الاهلي يوم 20 اكتوبر، وباقي مباريات الفرق الاخرى خلاص اتحددت، مين هيلعب 21، مين هيلعب 22، ولكن الاهلي خلاص اتحدد 20/10 في تنزانيا، 24/10 في القاهره. كنا نتمنى ان يكون في حضور الانديه امبارح، ولكن للاسف طبعا لم يتم توجيه الدعوه للانديه. الكلام في البدايه كانت القرعه اونلاين، ولكن فوجئنا امبارح ان كان في حضور لعدد من الصحفيين والاعلاميين، ولكن اصحاب الفرح نفسهم ما كانوش موجودين، ودي برضو مليون علامه استفهام. يعني انت ازاي بتعمل بطوله جديده وعايز تعمل لها تسويق وعايز تعمل لها انتشار والانديه اصحاب الحدث نفسهم مش موجودين؟ طيب